البلاتينوم سبونسرز شركة أوكسي دايف، المهندس حسام الجبالي جنرال مانجر اللي هو الستيت يلقي كلمة ترحيب كده بيكو. السلام عليكم، مساء الخير. هو تعليق صغير عن الدكتور، دكتور حسام الجبالي، وشرفت ان اكون مهندس. طبعا اتشرفت ان انا اكون الراعي اللاتيني لحدث مهم جدا اللي هو الار او بي كومبيتيشن. واحب اعرفكم بنفسي، انا الجنرال مانجر بتاع اوكسيدايف اللي هي اول تريننج سنتر يمكا ابروف في الشرق الاوسط وفي الهند. ودي حاجه تشرفني وتشرف مصر ان انا اكون واحد من البروفايدرز للسيرفيسز دي. النهارده احنا بنقدم جوائز للشباب الجميل والاطفال اللي ابهروني فعلا. عندنا 12 جايزه، اربع كورسز فور فري، واربع كورسز فور 50% ديسكاونت، واربع 30% ديسكاونت. ولما شفت الاطفال النهارده قررنا ان احنا انهم ما نحرمهمش برضو من الجوائز، لانهم كانوا مبهرين فعلا. فقررنا ان كل فريق فايز هيكون ليه جائزه ماليه قيمتها 1000 جنيه مقدمه من اوكسي دايف. والحاجه الثانيه ان احنا كمان قررنا ان احنا نعمل اوكسي كيدز. بعد ما شفنا النهارده البرفورمانس الهايل اللي عملوه الاطفال، هيكون اوكسي كيدز هنشوف الاطفال ونعلمهم الار او في لحد ما يبقوا ناس مؤهله. بالنسبه للميشن بتاعت اوكسي دايف، انها بتخلق الاوبورتيونيتي للشباب ان هو يلاقي نفسه ويخلق فرصته. احنا تخصصنا في الاوفشور وفي الدايفنج الان دي تي الار او في، فكل واحد في الشباب هيلاقي حاجته عندنا ان شاء الله. التريننج اللي هو عايزه عاملين كومبليت انتجريتد كورس، واتمنى للجميع التوفيق. وشكرا جزيلا لمنظمه الحدث اللي دعتنا لهذا الحدث الجميل. شكرا.